الطاقة الثقافية بالمغرب الشاعر محمد بن لمو بمناسبة توقيع الطبعة الثانية لديوانه رماد اليقين. التوقيع تم بإحدى المقاهي الثقافية بملاي إدريس زرهون بحضور أصدقاء الشاعر وقرائه سعيد معواج ومصطفى السحري. رماد اليقين بقصائده التسع ديوان كسر المعهود بالمقهى، وآثر خلاله مبدعه الشاعر محمد بن لمو أن يرتشف الشاي والقهوة على نبض ثقافي محاطا برواد الفكر والثقافة. بالنسبة للمبدع دائما يعيش قلقا كبيرا ومعاناة في الكتابة لكي يحقق هذا المبتغى، أي أن يحقق للقارئ رغبة ومتعة وانجذاب وإمكانية للتخيل وإبداع ذلك النص بطريقته هو كمتلقي وحسب شروطه وتجربته في الحياة وفي المجتمع. ولشبكة المقاهي كإطار جمعوي لمة من نوع خاص تفردت بمضمونية الجلسات عبر استضافة المبدعين بالمقهى، وفي حلقة هذا اليوم استضافت ابن زرهون الشاعر محمد بن لمو. نسعى لتحويل فضاء المقاهي الى فضاء ثقافي حتى يتعود ويستانس رواد هذه المقاهي بالجو الثقافي مع شعراء وكتاب وقصصنا مغاربه يوقعون ونحتفي باخر اصداراتهم. 75 صفحة طويت لأجل القراءة والمتعة بديوان رماد اليقين الذي بصم عليها، لكنها تراهن على إعادة الإبداع والثقافة إلى الأمكنة العامة كالمقهى للفت وعي المجتمع والذي تحاصره وسائل بديلة لا تشتغل على العقليات.